طيب، زي ما احنا عارفين ان دايما المصريين بيرفعوا يعني رايه مصر خفاقه كده في المحافل الدوليه والمسابقات الدوليه. النهارده معانا نموذج لواحد من علماء مصر في الخارج، وهو الدكتور مايكل نجيب، الاستاذ المساعد في هندسه المواد بجامعه تولين بالولايات المتحده الامريكيه، واللي قدر اللي هو يحصل على جائزه القائد الناشئ لخريجي جامعه دراكسل الامريكيه بعد الابحاث اللي عملها، واكتشف من خلالها عائله جديده من المواد ثنائيه الابعاد. يا بسنتو، قدر بالاكتشافات دي اللي هو ياخد هذه الجائزه، جائزه القائد الناشئ. حقيقي يعني العالم المصري خصص كل ابحاثه ومجهوده العلمي في تخليق مواد جديده ليها تطبيقات وخصائص مفيده للبشر، وحقق 4 براءات اختراع دوليه، كمان تم ادراجه ضمن قائمه كلارافيت اناليتكس لثلاث اعوام متتاليه كاحد اعلى الباحثين اللي بيتم الاستشهاد بابحاثهم اكاديميا على مستوى العالم. في إنجاز علمي جديد حصل الدكتور مايكل نجيب، الأستاذ المساعد في هندسة المواد بجامعة تولين بالولايات المتحدة الأمريكية، على جائزة القائد الناشئ لخريجي جامعة دراكسل الأمريكية، وذلك بعد التوصل لتطوير عائلة جديدة من المواد ثنائية الأبعاد. كما تم إدراجه ضمن قائمة كلارافيت أناليتكس لثلاثة أعوام متتالية كأحد أعلى الباحثين الذين يتم الاستشهاد بأبحاثهم أكاديمياً على مستوى العالم. بداية الانطلاق الفعلية للعالم المصري مايكل نجيب تزامنت مع حصوله على ماجستير هندسة الفلزات من جامعة القاهرة عام 2009، وبكالوريوس هندسة الفلزات من نفس الجامعة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، والعمل معيداً في هندسة القاهرة لمدة عامين. من بعدها حصل على الدكتوراه من جامعة دراكسل في أمريكا عام 2014، وقبل الوصول لمرحلة العمل في جامعة تولين كان قد حصل على زمالة فينجر في مركز أوكريدج القومي التابع لوزارة الطاقة الأمريكية. الباحث المصري خصص كل أبحاثه ومجهوده العلمي في تخليق مواد جديدة ذات تطبيقات مفيدة للبشر، مع دراسة خواصها وتطبيقاتها، حتى حقق 4 براءات اختراع دولية بجانب استهداف تعليم وتدريب الأجيال القادمة من المهندسين والعلماء. نروح دلوقتي مع حضراتكم لولاية بنسلفانيا تحديداً، لأن معانا عبر تقنية زوم الدكتور مايكل نجيب، الأستاذ المساعد في هندسة المواد بجامعة تولين بالولايات المتحدة الأمريكية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وفي البداية طبعاً أنا ببارك لك وبنبارك لك كلنا طبعاً على جائزة القائد الناشئ، وحابين نعرف الجائزة دي عبارة عن إيه؟ يعني تفاصيل الجائزة، القطاعات العلمية اللي تختص بيها إيه هي؟ صباح الخير يا أستاذة بسان، شكرا جدا على المباركة وعلى الاهتمام. هي الجائزة دي بتمنح خريجي الجامعة في خلال 10 سنين اللي فاتوا اللي هم عملوا لهم تأثير كبير في مجالهم أو في المجتمع. فيعني هي مش مخصصة لمجال علمي واحد، ده كل خريجي الجامعة على مستوى الجامعة كلها في خلال 10 سنين اللي فاتت. المجالات مجالات هندسيه ومجالات علميه ومجالات طبيه مختلفه، فيعني ما هياش لمجال واحد، هي واسعه، بيختاروا كل سنه واحد او اتنين بس بياخدوا الجائزه دي. بس المجال اللي حضرتك اخذتها فيه هو مجال هندسي شويه، يعني عاوزين حضرتك تكلمنا عن هي خدها على مجمل اعمالك يعتبر، وانا شغلي اكتر في هندسه المواد. احنا بنشتغل بنعمل او بنخلق او بنطور مواد جديده لتطبيقات مختلفه، تطبيقات بتبدا من تخزين الطاقه الكهربائيه لتحليه المياه لتوليد الهيدروجين، تطبيقات مختلفه. فاحنا المواد اللي بنخترعها او اللي بنطورها ديت بيبقى ليها تطبيقات كتيره وبيبقى ليها صدى في المجتمع العلمي، وبالتالي هم شافوا ان الشغل بتاعنا يعني يستاهل الجائزة، عشان كده خدناها. طيب الأبحاث دي بقى إمتى نقدر ننفذها على أرض الواقع ونستفيد بيها يعني في المعيشة عامة؟ يعني إمتى النهاردة الأبحاث دي تتحول من ريسيرشز لحاجة نقدر نعملها في أرض الواقع دلوقتي؟ هو ده حلم كل باحث، إن أبحاثه يلاقيها في السوق ويلاقيها في أرض الواقع، بس هو الموضوع بياخد وقت شوية من
من ساعة المختبر والمعمل والتجربة لغاية ما يبقى البحث تاخده شركة او ياخده مكان جهة معينة وتبدأ تنفذه. ابحاثنا اوريدي في شركات ابتدت يعني تستغلها وابتدت يعني تنتج المواد اللي احنا بنعملها على مستوى كبير، لازم مستوى الشركات دي صناعي. تحس طبعا ان هي مربحة ماديا، صح؟ طبعا طبعا طبعا، ده شيء اساسي جدا، ان هو لازم يدرسوا كويس ان ليها تأثير مادي قوي ايجابي عليهم، وان هم هيكسبوا منها كتير، يعني عشان هم برضو بيصرفوا مصاريف كتيره على الاقل. ففي اوريدي شركات في اليابان، كوريا، وفي انجلترا بداوا اوريدي ينتجوا المواد دي بكميات كبيره. يعني لا، التطبيقات اللي بيشتغلوا عليها تطبيقات ليها علاقه بتخزين الطاقه، تطبيقات ليها علاقه بتحلية المية، تطبيقات ليها علاقة بتوليد الهيدروجين، تطبيقات مختلفة اللي بيشتغلوا عليها. طيب، زي ما حضرتك عارف يا دكتور ان يعني مصر بتخطو بخطوات يعني سريعه جدا تجاه الهيدروجين الاخضر، وتجاه برضو تحليه المياه في عدد من محطات تحليه المياه، سواء كانت ثلاثيه او ثنائيه المراحل تحديدا. فازاي تقدر مصر تستفيد من البحث اللي حضرتك يعني عملته فيما يخص هندسه يعني الثنائيه الابعاد تحديدا، او الابعاد الجديده للثنائي؟ هو يعني شيء اساسي جدا في صناعه المواد او في تطوير المواد، ان احنا نحاول نخلي مواد رخيصه ومتاحه الجمهور. لدول العالم مختلفه، ما نعم. تبقاش بس متاحه للدول الغنيه. فده دي حاجه احنا بنشتغل عليها، ان احنا بنحاول ننتج المواد اللي احنا بنطورها، برغم ان هي جديده ويعني متطوره، بس برضو بنحاول نلاقي طرق ان احنا ننتجها بطرق باسعار منخفضه. نعم. لسه ده شيء شغالين عليه، بس بتاخد وقت شويه عقبال ما تقدر توصل من التكلفه العاليه لانتاج المواد تكلفة منخفضة. على المستوى النانوميتر ديت لغايه اما تبقى في باسعار يعني مناسبه للسوق المصري او السوق في الدول الشرق الاوسط. احنا مش عاوزين اسعار مناسبه للسوق المصري، احنا عاوزينها تنتج وتصنع في السوق المصري. مش صعب، التكنولوجيا بتاعه تصنيع المواد اللي احنا بننتجها مش صعبه، ما هياش شيء معقد جدا. يعني موضوع العمليات لانتاج المواد دي مش معقده قوي، يعني نقدر نعملها في مصر، تقدر تعملها في اي دوله لو عندك البنيه التحتيه المناسبه تقدر تعملها. يعني دكتور مايكل، انا حابه اعرف عنك انت اكتر، يعني هل انت كنت اوريدي عايش في بنسلفانيا وكملت هناك، ولا كنت عايش هنا في مصر وخدت طريق العالميه يعني؟ وايا كان يعني مكان وجودك اكيد ما كانش سهل، كلمنا عن بدايه انطلاقك للجامعات الدوليه والمسابقات العالميه. هو البدايه، انا دلوقتي حاليا في ولايه لويزيانا، مش ولايه بنسلفانيا، مش ولايه بنسلفانيا، اوكي، لويزيانا، مدينة نيو أورلينز. هو البداية كانت من مصر طبعا، أنا خدت زي ما أنت قلت البكالوريوس والماجستير بتاعتي من جامعة القاهرة، قسم هندسة الفلزات، وبعد كده سافرت أمريكا على ولاية بنسلفانيا. يعني بقالك جامعة قد إيه دريكس حوالي مثلا؟ من 2010، يعني بقالي 13 سنة 14 سنة في الحدود دي. ما شاء الله. فبدأت الدكتوراه بتاعتي في جامعة دريكسل. أثناء الدكتوراه طبعا الواحد بيبقى بيبذل قصارى جهده ان هو يثبت ذاته، ان هو يبين ان هو يستاهل المكان اللي هو فيه، عشان انا كنت موجود هناك بمنحه شخصيه، مش يعني مش منحه من الحكومه المصريه، لا، كنت منحه من الدكتور في الجامعه في دريكسل. الدكتور كان دكتور ميشيل برسوم ودكتور يوري جاجوتسي، فكانت منحه من الابحاث في امريكا، فكنت دايما بتبقى تحاول تثبت نفسك ان انت تستاهل المنحه ديت، فبتشتغل بتبذل اقصى جهد تقدر تعمله، وكمان بتستمتع بشغلك كمان، فبتقضي وقت طويل في المعمل. واثناء الدكتوراه انتجنا، قدرنا ان احنا نخترع ماده عيله جديده من المواد. دلوقتي الاختراعات دي او المواد دي بقت ليها بقى ليها مؤتمرات بتتعمل مخصوص للمواد دي دلوقتي، وبقى في دوريات علميه كامله عن المواد ديت، والاف الابحاث والاف يعني براءات الأبعاد. الاختراعات بقت تنشر على المواد ثنائيه الابعاد اللي احنا الماكسينات اللي احنا عملناها في الدكتوراه. يعني مواد ثنائيه الابعاد موجوده من قبلنا احنا يعني، بس نوع المواد ديت اللي هي الماكسينات، العيله الجديده او هي اللي كانت بالظبط، او الاضافه الجديده اللي حضرتك ضفتها لهذه العيله يعني. بالظبط. طيب دكتور بالظبط. مايكل، يعني اكيد لكل عالم طموح، وطموحه ما بيتوقفش عند جايزة، ده الجايزة العالمية تحديدا بتعد بمثابة
حافز او دافع ليه لجوائز اخرى او طريق اخر هو حاطط عينه عليه من بدايه طريقه؟ عاوزين نعرف ايه طموح حضرتك يا دكتور. لا اكيد زي ما انت قلت الجوائز هي بس دافع، هي حاجه كده زي ما تقول حد بيخبط بيطبطب على كتفك بيقول لك برافو عليك انت شغال كويس كمل زي ما انت. لكن ما اقدرش اقول ان انا طموحي جوائز معينه خالص على الاطلاق. طموحي اكتر ان انا اكمل اللي انا بعمله، انا بستمتع بشغلي، بستمتع مجال علوم المواد وابحاث في علوم المواد مجال ممتع جدا. ان انت تولد مواد جديده او تخلق مواد جديده وان انت تدور على خواصها وتدور على تطبيقاتها وتدرس تطبيقاتها ده شيء ممتع جدا. فما اقدرش اقول ان انا يعني طموحي جوائز، بس طموحي اكتر ان انا المواد زي ما انت قلت سالته في الاول ان المواد تلاقي تطبيق ليها يساعد البشر، اذا كان مثلا تساعد البشر في الغسيل الكلوي او يساعد البشر في محاربه السرطان او يساعد البشر في ان هم يعيشوا حياه اكثر رفاهيه او اكثر راحه. فده بيبقى ده طموحي ان انا دايما احاول انتج مواد اكتر وان المواد دي تلاقي تطبيق في حياه البشر وان انا اشوفها اشوف الناس بتستخدمها على المستوى اليومي. لكن الجوائز لا مش حلو جميل ببسط بالجوائز بس ما هياش طموحي. يمكن فعلا زي ما انت قلت الحاجه الجميله ان انت تلاقي مشروعك ده ابتدى يتنفذ على ارض الواقع وابتدت الشركات تتبناه والشركات بتحقق العائد الربحي منها المادي، لكن في نفس الوقت انت قادر تفيد بيها البشريه. ويمكن من الجميل ان انت تم اختيارك يعني زي ما انت بتقول المسابقات دي اختاروا منها واحد او اتنين بالكثير قوي، فاكيد اكيد اللي حضرتك بتشتغل عليه يا دكتور مهم جدا جدا ومفيد للبشريه. نشكرك دكتور مايكل نجيب الاستاذ المساعد في هندسه المواد بجامعه تولين بالولايات المتحدة الأمريكية. تولين مش تولين.